اضرب هيد شوت على الماشي معك كار ومتفاجئ بالخصم، شو بتعمل؟ بتأكيد تحولش على السلاح الثاني. اضرب ايلون سايد وامشي. لما تفوت على فايت وتبقى مش مستعد شوفوا شو راح يصير فيك. مشان الله مشان اقسم بالله بكت لسز العمر. واحد متخبي وبيرك سبوتر بخليك تفجر سي 4 من دون ما تفوت جواتها، فاللي راح نعمله نجرب عليه تجربة بالسكين النارية. كمان السكين النارية إلى هيبة داخل الماب. لك عارف انك تحتيه واكلت انت سكينة بتلهلب. لما تتفاجأ بسيارة محدك وتبقى مركب على الاي كي جرينيد لانشر ويبقى حظك حلو. هي زيد يمين تحتيه بتفايتو. الموضوع كبير فعلا. ما فيش في وراي واحد، فيش معي رصاص. لما تبكي نازل من السجن وزهكان حالك تشوف اثنين بفايتو تنزل فيهم بوكسات. باونتي وجرينيد لانشر من اندر اللانشرات الموجودات في وور زون، ما بتقدرش تحطه في الايرو لود اوت، تلاقيه فقط على الارض، ف انخبز اعتقد جوا. ارحب مرحبا بكم شباب، كيف الحال؟ معكم انا زو شيخ العرب، اليوم رجعت لكم فيديو جديد، فيديو طور الوور زون. طبعا في البداية بنحط افضل لقطات اللي جبتن خلال اليومين او ثلاث ايام الماضية، وان شاء الله الفيديو قدامكم هو جيم سولو. بصراحة نهايته جدا ممتعة، كان حلو الجيم وجبت فيه عدة لقطات حلوة، رح تشوفوا شوية قص منه اكيد لانه بصير طويل. ما بدنا نطول عليكم، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، واذا جديد على القناة اكيد نشرف فيكم تشتركوا معنا. اترككم مع الفيديو.
advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Happy target identified. Slot the bastard. اللي بعده بلش التوتر يخش فيه. شفتوه؟ بيطلع شباك. اوكي في واحد تحتيه. هذا تكليمور كمان الوحش. انا خايف ابوش عليه. الله اكبر يا الرعب اللي صار فيه. حرام. كل بلد